اوكي وردوا يوتيوب، كيف الحال؟ اخبار؟ ايش مسويين؟ عساكم خير. البوم بلاك بي اسمه اخر الليل نزل، بالنسبه لي كان مفاجئ صراحه، فهمت علي؟ حتى اول تراك اسمه مفاجاه، نزل مفاجئ، ما الهايب ما كان عالي عليه. هل هو كذا ولا من جد كان مفاجئ؟ I need to know that. تو راجع من الدوم، فهمت علي؟ اسم الالبوم اخر الليل، راح نسمع على البوم اخر الليل في العصريات. زي ما قلنا اسم التراك الاول من الالبوم مفاجأة، او كل التراكات او الالبوم كله نزل من يومين. Written performed by Black B and mixed mastered by the one and only AG aka رحمن aka عبد الرحمن aka افضل بروديوسر في السين الخليجي. لا ما تأخرت. تونا بعدين 3 2 1 مفاجأة باي بلاك بي. كل واحد دبر سماعته، اللي ما عنده سماعات بوز يروح دبر سماعته، او بوز تروح دبر سماعته. سيب باك ريلاكس ليتس جو. ليت نايت سيشنز. يا ما وقفنا اول ما بدينا نوقف ليه الحين، يوم جت الصنعة بوسط دينا وصاروا الناس عجين، زودنا الدع سنس يطلع معنا ذا هجين، البال سليم وفي التسليم بكنتر زين الدين، واللي كانوا يكرهونا قلوا كثير الان، بيشوفوا فلان لو كان يكرهنا صاروا فلان اخوان، موسيقى فيها دمان زي خاتم من تومورو لاند، في الضيقة لك فضائي في الحقيقة كتف انسان، مبدئيا بس عشان الصورة البلسطورة، لحظة صمت في روحكم سافل له قطعنا جذوره، قم امسح السبورة خلي البلاد عنك نسخ الواجب مو بضرورة، السوبر ستار للسين ده مختار مفترض، من عند اخبار يجينا على البار ويعترض. على فكرة الالبوم هذا نظام تحميس بس كذا يحمسك للالبوم الموعود، يعني فهمت علي؟ ديسمبر او الصيف، ما ركز صراحة في تراك الاخير بس واحد منهم في تراك رمادي صح؟ ايرور كان يقول الالبوم بينزل الوقت هذاك. هذا كله تحميس ترى، ف don't get too hyped يعني because this is nothing، بيكون مليان features. Let's go. ما وقفنا اول ما بدينا نوقف ليه الحين، يوم جت الصنعة بوسط دينا وصاروا الناس عجين، زودنا الدع سنس يطلع معنا ذا هجين، البال سليم وفي التسليم بكنتر زين الدين، واللي كانوا يكرهونا قالوا كثير الآن، بيشوفوا فلان لو كان يكرهنا صاروا فلان اخوان، موسيقى فيها دمان زي خاتم من تومورو لاند، في الضيقة لك فضائي وفي الحقيقة كتف انسان، مبدئيا بس عشان الصورة البلسطورة، لحظة صمت في روحكم سافل له قطعنا جذوره، قم امسح السبورة خلي البلاد عنك نسخ الواجب مو بضرورة، السوبر ستار للسين ده مختار مفترض، من عند اخبار يجينا على البار ويعترض، لو فيك اعراض بتشويها الافراد بتنقرض، ذي كثير امراض وانا ايه انا غير مكترث، مخيفة بعد اسطوري هم ظنوا بيقولوا لي فاشل تخفى فيها شموسي، من صغري وانا بخلطهم عامل منها الحد سموذي، دفنت كثير وجي تحصد من فوق القبر ورودي. يمنعني فكري من احلامي وكثير، كل مرة اقول ان ده سامي الاخير، امكان العدل في ضميري بيصير، ان شفت العدل قل ان عمري يصير، فلا تبني في ريليشن، فرق ما بينه وبينه من حبالي ميديكيشن، ما بهتم لشي غير ابني الحالي ريبيتيشن، بحكي بس يا خوي لا تحفظ الكونفرزيشن، يا اخي البلا ذا سواها ترى ثاني، جاء وضع مرة ثانية كم اغاني، ايوه النعم مال الزمن وزماني، كل مكان ادخل اتحول ذا مكاني، داير راح اعود لو بطيت شوي Boy you better move دامك باقي حي باقي. I'm just gonna stay lit I just wanna break this جت السنة هلي أنا فيها كون the greatest طالع برا الماتريكس لين قراجي فلل ثم بتعرف why I say this عالم
في كثير اشياء لو بتكون انسام ما بنسام جوي اللي اعداء كلم ناس اعرفهم مو في الدنيا مو في الدنيا احياء عيونهم ما بتشوف من ورا انفسهم في البصيرة داء يمنعني فقري من احلامي وكثير كل مرة اكون اندى سامي الاخير ان كان العدل في ضميري بيصير ان شفت العدل قل عن عمري يصير فلا تبني في ريليشن فرق ما بين وبينهم من حبالي ميديكيشن ما بهتم لشي غير ابني الحالي ريبيتيشن بحكي بس يا خوي لا تحفظ الكمبوزيشن شيء سريع اللي منتظرني اقعد اقول اقعد اشرح اللاينات واقعد انه I'm not going to do جلسة استماع فهمت علي ابغى اليوم كله فهمت علي واحط كذا على جنب I want to enjoy فهمت علي فهذا هو الهدف من الفيديو اللي قاعد تشوفوه حاليا فهمت علي والستريم الحاضر حاليا هذا هو الهدف ف do not expect anything فهمت علي دي قاعد اشرح لك زي كذا انا باليلا قاعد احاول اشوف قاعد افهم كيف ابو البلا قاعد يعني قاعد يرص اللاينات فهمت علي سو تراك تشابتر اللي هو فصل او صف... اوكي مو في صفحه صف... فصل 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 بالضبط نفسك محتاج احد يشرح لك فاكس 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 فاكس, فاكس. بس الارت ورك بطله الارت ورك بطل تشابتر ايوه على فكره في صوت تبع دريل كذا فوقي فهمت علي قرر كذا في العصريات يسوي الشغل هذا يعني ليتس جو تراك المفضل تشابتر اوكي ليتس جو What do you mean by consolation and hope? You might be asking too much of people. I'd like to share my vision with people who can't see what I see the way I see. Yes, but why? Because my vision is closer to the reality in the world. I can make people feel what it's like to be alive. كثير الضحك لكن على الص... مين اللي تكلم قبل شوي؟ بلاك بي نفسه؟ إيش بس صوت بلاك بي يوم يكون فهمت عليه chopped and screwed والجو هذا فهمت عليه slowed صح لكن كلام القاله تقريبا ذكرني بالألبوم اللي قبله تبع زخم إنه you know عندي رؤية عندي vision عندي خطة والكلام هذا مو بهذا صح لا مو نفسه اوكي 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 بس عامة الكلام اللي قاعد يقوله يذكرني بالالبوم اللي قبله فهمت علي يعني I'm seeing something that nobody is seeing فهمت علي I want to share it with my audience يعني يتكلم عن قاعد يتكلم عن الفيجن زي ما قلت النظرة يعني انا عايز اسوي زي كذا انا عايز عندي رؤية عايز اعملها عندي هدف ابغى اسويه المستقبل انا شايفه فهمت علي You might be asking too much of people. I'd like to share my vision with people who can't see what I see the way I see. Yes, but why? Because my vision is closer to the reality in the world. I can make people feel what it's like to be. Because my vision is closer to reality. Royal Frasil قاعد يشوفه أقرب للواقع. بس نفس الوقت ما حد قاعد يشوفه فهمت علي I'm the only one who can see it اوكي 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 يعجبني الرابر او الارتست اللي فهمت علي عنده شيء يقوله reality in the world I can make people feel what it's like to be alive كثير الضحك لكن على الصور بس بنمشى منهم اصلا على الجمر حس بنعيش الامل لان الصبر راح الداز جانا الهدف لكن بعد ضعف النفس ايش الباقي فيه طالي غير الصورة لو بتقولي قولي جاني سطورة وراها سطورة ما قدرت احطها بعيني بفشل ولا صونة صغير العالم وانا بدونك ابي ادوره لو جدراني تحكي فيني تعاتب لسه باقي في الاغاني بكل سطوري كاتب لسه واضح كل من جاني في حضوري كاذب ايش المغزى لو اعيد احاسب الكل فاسد العالم لو عالمهم ما بيدور واذا الناس واقني عدتهم ما بيجون بدوني لو تجمعهم ما بيكون أصفار وقبل رقبي ما يفيدون yeah. علمني وش بتسوي كلمني لما الواقع يصدم طاقتك ما تطوي الكلمة اللي احكيها ما بتضعف بتقوي اسألني كم لي فيها وراح صارحك ما بتقوي راح
راس يومي معهم أنا أشوف كم صبر ناسي من طلعهم من سيول زي نهر كافي ما صفحهم بجلود أو أبر راجع أذكرهم في ملوك ذا شهر وإذا ما أعطونا غير عذار هذا فيهم عار أنا ما بذنوب وإذا ما بدونا في ناس أغراب هذا مو براب إذا بدم مكتوب يبتلف وتدور راحت من أيامي جاني غير هشهور يبتلف وتدور راحت من أحلامي أنا في غير هزور كل الناس تشوفني تحسب معس مشاعر صدري تثور بأفكار أغص هزمت أنا بحياتي أشخاص كثير ما باقي غير نفسي أغلبها بس الدنيا ما هي بكيفي ولا بتصير دربوا فيه بنمشي عليه بنسير الماضي لو ما تغير إيش المصير يصير اللي يصير إحنا ما بالميل ما تعلمت أصطاد الأستاذ مات فيه مات لي كم تشات على سناب شات لسه بادي اعتاد على الأصوات هات كلها في الصدام ذا الصدمات جات لابس جيرزي بس مستبعد اني اشجع نادي بقرا الكرسي عشان ابعد عن الاموناتي سطر فاضي بس عشان استعرض في قواتي في عاداتي اني اخلي العدو من فنزاتي من سر الزمن لابد انغدر بزمان ما بتقص احلامي لو بتقص لي الجنحان ليه اطيح انسان وقادر على السوبرمان لو ما بتشيل مشاعر فاضي زي المانيكان هو حولنا الكوكب الى الفضاء الحاضر شفته مضى الخبر حولنا مبتدا الشارع كله هدب نسمع فيه لو طاح الغطا اصوات اسمعها ما في زر ميوت في اذني اضغطه واذا ما اعطونا غير عذار هذا فيهم عار انا ما بذنوب واذا ما بدونا في ناس اغراب هذا مو براب اذا بدم مكتوب يبتلف وتدور راحت من ايامي جاني غير هشهور يبتلف وتدور راحت من احلامي انا في غير هزور اذكر اول مره اسمع عن بلاك بي اول مره كانت السنه الماضيه صح والفيديو موجود I was like is this the new wave حاجه زي كذا كان كاتب music influencer فهمت علي يعني لا انا content creator ولا انا social influencer no. ولا انا musician no. بايو كان مكتوب فيه music influencer فمن يوم ما بديت اسمع تراكات وزي كذا فهمت يعني it makes more sense انه يحطه في music influencer than musician بس ليش لانه بلاك بي تراكاته واقعية فهمت علي يقول كلام اللي في راس اي شخص عادي فهمت علي في راسي وفي راسك فهمت علي افكار كذا في راسك يقوله فهمت علي بس ان كذا نظام this is the space فهمت علي السبيس حقي وهذه الافكار حقي اذا تبي هذا خش المكوك وطير فهمت علي if that makes sense يعني yeah. Black B one of the best no doubt وحتى كمان يوم السماء خلصت ألبوم ضوضاء أذكر كنت أقول فيه إنه الإنسان هذا 5 more years and he will be somewhere already عدى الرياكشن هذاك السنة وشوفوا وين وصل يعني حاليا عرفت رهيبة بلا فاكس معلومة ما منه فايدة بس أتوقع بلاك بي هو مهندس أغنية صامولي حق دايلر really okay أول مرة أسمع المعلومة هذه okay يبغني الصامولي تهندس السجن عند الراه جانج أوكي عشان عند الهندس والأمور دي حتى مخلي رابطه في قناة الوصف أوكي قلت نو وتراك ضرب يعني صح؟ يس أظن انشهر بالتراك هذا حتى anyways error سمعناها أول ما نزلت يعني في نفس اليوم كان عد عليها 5 ساعات حاجة زي كذا أنا اسمع دمنا موجودة في البارت من الألبوم قلي هل ترى ما أرى شوفك كيف بايخ منظره بيض
حارق السوق انا حارق الفيلم انت صارق فلوه انا لاحق الحلم يا ناس اخذتون انا بطل وفيلم بعطي لك كنترول اذا قدر يستلم listen this album is made in a toxic condition pushing the pressure I'm killing this session I'm hitting the game in like every position ودع الصورة خذ رقم في السرب عابي ألبومك كم مرة في السنة wait حطها في ستوري بشيل الفترة جيت الهلالي في استاد why do you copy from bad بفتح السنة وبطفي النبات ستة بسطورة والسابع الباد mad كثير اللي باعوا هالأكثر مبيعا هالأنظف نعيما ألبوم قبل ألبوم الأعظم تصديرا انجاح جميعا شهود فهنيا مود متفجر زي التي ان تي بوم صوتك زوز الفجر اي ام جي بوم في كذا ريليس بنطلق اي ام بي بوم اقفالك كثير وعندي ميت كي يا قلي هل ترى ما أرى شوفه كيف بايخ منظر بيض شفت لو بعنا اشترى بكرة لو وصلنا المبتغى وقفوا شعر المبخرة ترى معذور لو جاك شوي ايرور ساعة ما تدور ذا البوم بس تريلر اسمعوا شي وقالوا كان بالدولار الشيك مكتوب نعود في السمر ثبت مرايف جدراني اللي عاكسه عشان شوي احسن ضدي منافسة انقلت الصورة الى السابعة من سادسة البوم مفاجأة في ديسمبر سانتا الشهرة بتوصل لما لندن ختمت اللعبة خرب عمدا بدون ما استعرض بالمشينجن رسينجن بعيون تتحول من طبيعي الشرينجن اماتي راسه على السين فام لو راسي باس وملايين سام انا حافر اسمي في سنين خام في المينستريم من الدين تام مكتوبة عكسيا الافضل تقراها محجوبة عقليا الاغبى جلاها دي جبنة مرمية للمخفي متاها اراها انا ورا راسي كدعها القلم روكا عالصبورة زي ايمي رسمت تكتيك الكاسو انت في السيمي هالاي ام جي من فوق اللحن يا هيمي خسوف عالقمر بنفسجي زي وزي قلي هل ترى ما ارى شوفه كيف بايخ منظره لو بعنا اشترى بكرة لو وصلنا المبتغى وقفوا شعر المبخرة شباب طلب 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 الساعة عندي 37 بعد 10 دقائق بالضبط إذا ما عملت بوز ذكروني لأنه المغرب يبدأ أوكي just saying لأنه داخل الجو وخايف إني أضيع هذا الصلاة يعني let's go let's go let's go هل يجوز أول مرة أسمع الاسم هذا صراحة وأول ما قريته كانت الناوي اللناوي ما أدري إيش اسمه هذاك قلت وات هل يجوز لسان حالي في أدبي تقربي مني لأنسى أدبي هل تعرفين ما معنى الوحدة أنت حيفي ظل الشدة هل تعرفين ما معنى الوحدة أنت حيفي معليش ما اذكر اسمك ما هو واضح لي وما ادري ليش هدي لي صوتك احكي معي عادي بس بشويش كل اللي بيننا عدى ماضي اعتبره لحظه طيش ما عاد الضعف اللي اول باقي فينا الحين لان عشت الضعف عندي الثانيه فيها 10 سنين يوم قالوا تزين ما زانت لي باقي الحظ العين لو بسال مين اعذريني لو ما بتعذرين هل باقي السهر لسه في بالك لسه في حكاوي ما جاك القهر ليته جالك لو من صوت مناوي بعرف امثالك حتى المهر واطي ما بيساوي جابك المرض يوم دريت ان صوتي فيه هداوي الرقم رقمي ولا الاسم اسمي ليه رديت فالعتب رسمي صار في الجسد خصمي ليه دقيت اعطيتك بيت يوم الشارع غرفة لك مريت هل يرجع عمري اللي فيه عشانك مروفنيت هل تعرفين ما معنى الوحدة
ثاني تراك حب تقريبا سمعته إذ إف يعني مو بحب يعني عامة مي أند هار فهمت علي جو هذا. ثاني مرة أسمع له، الأول كان في أورورا صح، أورورا أذكره يس يس يس، بس هذا كان حب عليه اللي فهمت علي. هنا the opposite. I see you. هذا كله ترى first of all EP في 10 تراكات، عرفت EP في 10 تراكات للناس اللي قاعد يستكثر علينا 5 تراكات 4 تراكات EP فهمت علي، 10 تراكات EP، وهذا كله أصلا تمهيد للألبوم أصلا فهمت علي نظام. أي لا تنسى إنه في ألبوم، عشان لا تنسى خذ لك 10 تراكات EP gangsta. هل تعرفين ما معنى الوحدة؟ أن تحي في غل الشدة. هل تعرفين ما معنى الوحدة؟ أن تحي في غل الشدة. قال ما أنا مو بالهوى. لكن قربوا مني شافوا حولي كل الكوكب داكن صايم معهم، لكن معك على السفرة باكل كل ذا الكلام. لو كنت بكتبه لجدارة آكل عليتك أول وقادر أوضيك الليلة من اللي تحول بعد شدع الثاني حيلة. ما كنت تلون كل ما زاد الحزن جبنا غيره، يوم رخص قلبك وين من ساملك من بعدي وينه. أحب أقول وأبشرك أني بمزاجي كنت أشوف وكنت أمشي لك في نص الليل، وكنت أسولف كنت أتكي لك ومعلمك هبمشي لو كان قلبي ثقلك. الأسوأ أكثر من شتاء بمر علي بدونك، أن أعطي عمري من متى وماني مالي عيونك. الناس لو فادوا فاد أنفسهم ترى ما يفيدونك، ما عدت بغفر وحده الله بيغفر لك ذنوبك. في فكرة كذا قبل أروح أسوي بوز، في فكرة كذا جات في راسي إنه أو خاطرة كذا أو شيء جاء في راسي إنه إيش، إنه راب السعودي بالتحديد بدأ مرحلة الوعي عدت فهمت عليك، يعني من جد صار بين أول طبقة كذا حق الدسات هذه فهمت علي، دسات الخام هذه، وبين الراب حاليا مثلا تراك هذا فهمت علي، في طبقات كثيرة فهمت علي، في موضوع الدسات، بعدين موضوع الـ represent فهمت علي، بعدين موضوع الفيتات، بعدين جاء موضوع الـ new school، بعدين جاء موضوع الدريل، بعدين جاء موضوع الـ singing، يعني تشوف رابر كذا يغني فهمت علي، شوي كذا people start to talk their everyday life بأي سلوب فهمت علي. ف yes 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 أمني في أشياء تربط التراكات الجاية. ألبوم من أبل ميوزك تشارت. أوه نايس 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 نايس. بعدين جاء موضوع كلاش وخرب التطور. نو كلاش يعني دائما يذكرنا from where it all started، يعني فوجوده مهم عرفت، وجوده مهم.